في هنا قط اسمه مش فاكر اسمه ايه والله، شم ريحه الكيكه جه جري. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان السنه دي يبقى سعيد عليكم وعلى كل الاسره. انا اسمي علي عزب، وده مايلو. مايلو ده صديقي الصدوق، طول عمري بمشي بيه في اي حته، ما اقدرش اروح اي مكان او اعمل اي حاجه من غيره. فكره برنامج طبيب جراح جات لي ان انا عندي اصدقاء كتير عايشين بره مصر، اللي في دبي واللي مسافر بره، وفي هنا كمان ناس كتير عايشين لوحدهم، ففي اوقات ما بيعرفوش يعملوا فيها اكل بطريقه سهله وسريعه. فقررت ان انا اعمل البرنامج ده عشان اسهل عليهم الطريقه ان هم يعملوا حاجات، ومن ضمنها النهارده عامل حاجات ديزرتس وحاجات تقدر ان انت تاخدها معاك كمان عزومه لو انت معزوم عند حد، وطريقه سهله وطريقه حلوه قوي وشكلها حلو وطعمها حلو كمان. هعمل لكم النهارده لوتس كيك، وهعمل لكم تريليتشي. الريسبيز بتاعتهم والحاجات كلها متوفره في كل مكان وبطريقه سهله جدا. وعايز اقول لكم على حاجه، مش عيب ابدا ان راجل يخش المطبخ نهائيا، او شاب يخش المطبخ، يعني دي حاجه هتخليك مبسوط، لان الكيك دي انت تقدر تعملها في البيت لعيلتك، او تقدر كمان انت تعملها وتروح بيها عزومه، فدي حاجه تبقى لطيفه. ايه المقادير اللي معانا؟ معانا كوبايه دقيق، معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح. هنجيب مصفى او منخل زي ده، تمام، هنحط عليه كوبايه الدقيق دي، ونحط البيكنج باودر، ونحط رشه الملح، ونبدا ننخلهم او نقلبهم بالشكل ده كده 3 مرات. هننخلهم 3 مرات عشان تبقى الكيك هشة كده. نجيب كوباية تانية، هنحط فيها 2/3 سكر، وهنحط 3 بيضات الشكل ده مع بعض زي ما الشيفات بيقولوا. يعني الفانيليا لازم نحطها على البيض ونضربها على طول، ما تبقاش على السكر، لازم تحط على البيض. ونحط معلقة خل، معلقة الخل دي هتخلي برضو الكيك كده، ونبتدي نضربهم كده لحد ما يعترفوا. فانزل هاتلك مريله، تمام، او هاتيلك مريله، وقف اشتغل، والله هتبسطوا. الموضوع لذيذ جدا على فكره، وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه. طبعا انتوا فاكرين ان انا هفضل قاعد كده اليوم كله بقلب، بس طبعا يعني احنا مجهزين البيض بعد ما اتضرب. هنجيب البيض ونحطه على الدقيق والحاجات اللي احنا حطيناها في الاول، بس واحدة واحدة، ونفس اتجاه التقليب، يعني ما تبقاش كده وكده. فهننزل واحدة واحدة ونقلب، تحس انت عايز تاكلها وهي نية. نقسم بقى لو في شوية طرطشة، ساعات يعني احنا واحد اكننا في البيت بالظبط. انا مش جاي بقى اكني شيف ومش عارف ايه وبتاع، لا يا باشا، انا بحسسك ان احنا في البيت. شوية بيض وقع، شوية دقيق طار عليك، واحد اخويا. يا خرابي، بعد ما ضربناها وبقت بالشكل الحلو التحفة الجميل ده، وهنجيب الصينية دي مقاس 28. هنجيب سبراي الزبدة ده، ممكن نبدل سبراي الزبدة ده بزيت ونبطنه بدقيق. هنرش الزبدة دي، ورقة الزبدة دي احنا قطعينها على نفس مقاس الحاجة اللي موجودة، ونجيب البتاعة دي ونبتدي ننزل. شوفوا الجمال، هي نازلة ترقص. دي بتحتاج درجة حرارة 170، تبقى الفرن شغال 170 فوق وتحت، لكن ما ينفعش نفتح عليها خالص غير لما تحمر. ونجرب بالخلة كده نشوف، لو طلعت نظيفة يبقى كده تمام، ما طلعتش نظيفة يبقى غالبا الكيكة هتبوظ. فبعد شوية بنفتح تحت بس ونسيب الهواء شغالة. اتفضلوا معانا، ودي الكيكة بتاعتنا. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، شايفين الجمال، شايفين العلو والحلاوة وريحتها. دي بعد ما طلعت من الفرن عملتها بالخله كده عشان اتاكد ان هي استوت خلاص زي الفل وبقت تمام. ده بالنسبه للكيكه. دلوقتي هنعمل الكريمه اللي هتتحط على الكيكه، عباره عن كريم شانتي، ده تقريبا 1/4 كوبايه، وهنحط عليه 1 كوباية لبن زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عشان هم الشيفات بيقولوا كده دايما على طول. وبعد ما حطيناهم مع بعض هنبتدي نضربهم لحد برضو ما يعترفوا. كده كفايه قوي. وده منظر الكريمه بعد ما طلعناها. احنا دلوقتي هنا بنعمل حمام لوتس،
محدش استغرب يعني حمام لوتس. هو احنا جبنا ميه سخنه وحطينا فيه الجار اللوتس ده عشان يفك شويه، وهناخد منه معلقتين. رغم ان عملنا حمام لوتس هو ما فكش برضه، بس تمام يعني المواقف دي هتقابلنا كلنا في البيت فما فيش مشكله. ناخد معلقتين حمام لوتس اللي مش حمام، هنرجع نضربهم تاني بالمضرب على حسب ما انا فاهم. غالبا محتاجين نزود لوتس تاني لان اللون ما اتغيرش قوي صراحه. يعني احب اكون صريح، يعني لو في حاجه حصلت كده او كده الموضوع بسيط يعني. يلا نجرب تاني مع بعض. اعتقد ان كده تمام، وده الشكل النهائي بتاع الكريمه، ده اللون الاخير. هستأذنكم نقطع الكيك ونرجع له. وده شكل الكيك بعد ما قسمناها نصين. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنسقيها لبن. هو ده لبن، كوبايه لبن ومعلقه فانيليا صغيره وثلاث معالق سكر او معلقتين على حسب انت هتبقى حابب ايه. هنجيب دي كده ونسقي بيها، نسقسق اللبن سقينا كده اهو، بس من ايه مش كتير قوي. هنسقي لبن 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 لبن، بس خلي بالكم ان البيز هياخد اكتر شويه من اللي هتتحط فوق، عشان اللي فوق دي بتبقى ارق شويه، تبقى رقيقه. اللبن كده اهو، يا خراب خراب على الجمال. كتر بقى من الكريمه، عايز بقى تدي كريمه بقى ايه تنزل من الجنب بقى كده نازله تديك شكل ان انت بتاكل كريمه. في هنا قط اسمه مش فاكر اسمه ايه والله، شم ريحه الكيكه جه جري جري. تمام. في حاجه بقى تقدروا تعملوها برده حلوه قوي، بس دي في حاله ان انت هتاكلوا الكيكه دلوقتي، ان انت ترش رشه لوتس كده. شايفين شايفين الجمال. نعمل ايه بقى؟ ربنا يستر. نقلب دي هنا اهو كده اهو، هوبا كده قفلنا الكيكه بتاعتنا. وهنحط بس تاني زي ما قلت لكم كده شويه لبن بس خفيف على الاطراف، نطري بس الاطراف مش اكتر. بصوا بقى، بصوا اللقطه دي، بصوا 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 على الجمال. يا خرابي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وكده بس اوعى تضغط على الكيكه، او اوعى تضغط على الكيكه، هي فيها اللي مكفيه محدش يضغط عليها، لان هي بتبقى هشه كده. اوف فظيعه، نفسي اكلها دلوقتي حالا، نفسي. طب هسالك سؤال، هسالك سؤال، تنزلوا تشتروا ليه؟ ما هو على هنا اهو كده الشكل ده، وينزل بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي. في اي مكان هتروح هتتشرف. يا لهوي يا لهوي، شايفين شايفين الحلاوة؟ شايفين حلوة ازاي؟ تروحوا تشتري لي حاجات من بره وتعملي لي مش عارف ايه. يلا مش مشكلة، دينا علمتكم حاجة. هنروح بقى للكيك التريليتشي. ليه حطيت فويل؟ حطيت فويل لان انا لازم احط عليها فويل واسيبها تبرد وهي في الفويل عشان ما تنشفش. شيل الفويل، وبعدين برضو بالتوث بيك بنخرم فيها كده. دي هنحط عليها برضو اللبن والسكر والفانيليا، بس هنا اللبن هيبقى كتير شوية، لازم نغرقها تبقى طرية. ادي لبن وما تخافش، او ممكن نعملها كده يعني، هو غالبا ممكن تحتاجوا لبن اكتر يعني. دي كريمة حلويات ومعلقة فانيليا ومعلقة كبيرة سكر باودر، ودول بقى بعد ما نضربهم بيبقى شكلهم كده، الكريمة بيبقى شكلها كده. نبدأ بقى نحط الكريمة كده، نسويها كويس. هما الصراحة في الإعداد قالوا لي ادلق الكيكة الكريمة دي كلها، فأنا هدلقها كلها اهي زي ما هما قالوا لي بالظبط. بعد كده نبدأ نسويها. كده كده أسهل فعلا، كده أسهل بكتير. احنا التريليتش دي هنقسمها نصين، نص كراميل ونص فراولة. نقسم بالنص كده كده اهو. عايزك تفنن وانت بتعمل الكيكة، او انت بتعمل الكيكة، ما تبقاش كده وخلاص.
كأنك بترسم رسمة كده اهو بفن. هنا بقى يبان الرسام اللي جواك ليه بقى؟ لان انت هتاخد معايا كده، بص بص، رايح رايح، تمام، نمسح الاول، راجع يا سيدي، وانت رايح معايا، فانتوا رايحين كنا احنا ايه، راجعين بس كده. اتفرجوا على الحلاوة والجمال، ايه رأيكم بأمانة؟ موبايله هيموت ياكل الكيكة دي. وبكده يبقى خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة هنعمل لكم حاجات تحفة زي دي. مع السلامة.